بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بنستكمل مع بعض إن شاء الله موضوع التنشن ممبرز والشير لاج. بس أنا حابب إن إحنا في طريقة إن إحنا نقدر نحمل بيها البي دي إف من خلال الموقع. لو دخلت على الموقع ماجدكامل.com ورحت الأول على الأرابيك سيكشن، وبعدين فاندمنتال إنجينيرنج إكزام، وبعدين ستيل ستراكشر ديزاين. دوست على ستراكشر ديزاين هتبان لنا الشاشه اللي قدام حضراتكم. انا ممكن اروح بالكاتيجوري، اعمل الكاتيجوري واروح عند اي جزء انا محتاجه، مثلا ستراكشر ستيل فور كومبوزيت سيكشن، ستراكشر ستيل فور كومبريشن ممبرز، او ستراكشر ستيل فور تنشن ممبرز اللي احنا شغالين فيها دلوقتي. هندوس عليها دبل كليك. نت تعبان طبعا. ادي الجزء اللي قدام حضراتكم. هندوس على ريد مور. تطلع قائمة اللي هي زي ما حضراتكم شايفين اللي هي تيبل اوف كونتنتس. بدوس على اي حاجة فيها انا محتاج ان انا اعمل اهو. هاو تو استيميت ذا نت اريا اوف بليتس. هلاقيه بيقول لي كليك تو داونلود ذا بي دي اف اوف 72076. ادي ال 72076 اللي هو على سبيل المثال تنشن ممبرز بارت 2 اي. ادوس هنا على الداونلود بي دي اف وابتدي اعمل ستارت داونلود. اقدر احمل البي دي اف لاي حاجه انا محتاج. دلوقتي هنستكمل ان شاء الله دلوقتي الجزء بتاعنا ان احنا عايزين نعمل solved example for the design tensile strength بناء على ال RFID وال ASD. والمثال المحلول المره دي هو example 3-6 من بروفيسور ماكورميك بوك. الاول بنستعرض مع بعض القوانين. احنا عندنا حاجتين، التنسايل strength by yielding اللي هو القانون بتاعه بينومينال بيساوي فيلد اريا جروس، واذا حبيت اعمله ال ار اف دي اضربه في الفاي اس، حبيته اجيب الاي اس دي بقسم على الاوميجا، ده معامله 9 من 10 1 6 7. اللي هيبتدي يظهر معانا افكتيف اريا اللي هو الجزء الخاص بالنت اريا للتنشن ممبرز. بنلاقيه بيقول ان البي نومينال بتساوي اف التيميت في الاريا افكتيف اللي احنا كنا بنتكلم عليها، وانه في حاله الفاي يبقى المعامل بتاعنا 75%، وفي حاله الاوميجا اللي هو اي اس دي المعامل بتاعنا 2. نستدعي ان الاي افكتيف يا اما بتيجي بالجدول يا اما بتيجي من خلال القانون اللي هو يو اريا نت بتساوي 1 ناقص اكس بار على ال ال. دي بالنسبه للجريدز اللي حضراتكم عارفين اللي هي اس تي ام 36572. لازم يقول لي جريد كام من اول 42 لغايه 65، والـ ASTM A514 اللي بتبتدي بـ Yield Stress 100 كيلو باوند بير سكوير انش. المثال بتاعنا اهو بيقول لك Determine the LRFD Design Tensile Strength and ASD Allowable Design Tensile Strength لـ Section W10 في 45. هذا السكشن عندنا اتنين 2 lines of 3 أرباع diameter bolt in each flange. Using ASTMA 572 أيوة قايل جريد 50، يعني الـ Field 50 والـ F Ultimate 65 والـ ICC Specification. There are assumed to be at least 3 bolts in each line. هو بيقول لي 2 lines وفي كل لاين 3 فوق وتحت both flanges. يبقى الخطوة الأولانية إن أنا بجيب من الجدول بتاعنا الـ Area بتاعت 10 في 45 الاريا بتاعتها 13.3 دايمتر 3 ارباع، يبقى هنضيف التمن بناء على مستر ماكورميك اللي هو بياخد تمن، ويبقى 7 على 8 الاوفرول دايمتر. تمام. واذا بصينا في البلان زي ما حضرتك شايفين احنا عندنا بيقول لك to be at least 3 بولز. ليه قال لك at least 3 بولز؟ لان في جدول جوه اللي هو في قيم اليو بيقول له at least 3 بولتس اند مور، بيديله الكوفيشنت اللي هنشوفه مع بعض. المسافه بين
بيقول لك ايه each line is 4 inch on center 4 inch 4 inch 4 inch. يبقى دلوقتي لو هنروح على اليلدينج القانون بتاعنا اللي هو الاريا جروس في الاف يلد, وده مش هنضرب فيه في معاملات تصحيح ولا حاجه, ودي القطاع بتاع الدبليو فلانج. يبقى الخطوه الاولانيه بحسب على التنسايل يلدينج, عندي الفاي 9 من 10 والاسد 1.67, الاريا جروس من الجدول 13 و3 من 10, اف يلد 50. يبقى بنقول البي نومينال هو الاريا جروس في الاف يلد, يعني 13 3 من 10 في 50 665, ده مشترك بين الاثنين. في ال ال ار في دي هضرب في 9 من 10, 9 من 10 في 665 يديني ابروكسيميتلي 599 كيبس, واما في حاله الاسد فبقسم على ال 1.67 يديني 399. ده بقارنه ان لازم يكون اكبر من التنشن فورس اللي جايه نتيجه الحالتين اللي هي 1.4 ديد لود الاكبر منهما, 1.4 ديد لود او 1.6 ديد زائد 1.6 لايف. بعمل حالات تحميل, بشوف الممبر التنشن, احسب التنسال فورس بناء على حاله التحميل عند الجزء اللي انا محتاجه, وبقارنه بهذا الرقم. دي المرحله الاولانيه. المرحله الثانيه انه نتيجه ان ده في بليت جوه فوق في مجموعه من المسامير توب اند بوتوم, فبتحوله, وقال لك ان هو حوله لسيمتريكال, حوله الى 2 تي, تي علويه وتي سفليه. بس التي دي نظامها ايه؟ دبليو تي 22.5, كانت الاول الدبليو 10 كام؟ دبليو 10 45. يبقى انا عايز ايه؟ دبليو تي 5 في 42.5 عشان تديني الدايمنشن اهي, دبليو تي 5 22.5 تديني المساحة للجزء لنص القطاع اللي فات 5.05. ومحتاج عشان احسب الواي بار اللي هو الاكس بار في القانون زي ما بيعزل. لما بيكون عندك السكشن ده هنلاقي ان الواي بار بالدهاني اللي هي الواي بار دي, بخش على الجدول ادي الواي بار 0.907, هنلاقي في حاجة اسمها واي بلاستيك بتاع بلاستيك نيوتر اكس, ما لناش علاقه بيه, ده اللي هو بتاع الديزاين فور مومنت اتكلمنا عليه قبل كده, اللي هو بلاستيك سيكشن وازاي نحسب الزد والكوفيشنت بتاعه, ما لناش علاقه بيه دلوقتي, احنا مهتمين بالواي بار. يعني عشان كده كاتب واي بار هو السيجما اي واي على السيجما الاري, بس مش هنعرف نحسب عشان السلوبز والحاجات دي. القطاع هنا 35% بالنسبه للويب, والجزء ده 62%. لو افتكر ادي هنا ال 802 ودي 62%, ادي 802 يعني نص القطاع بالظبط شغال معانا. تمام, يبقى احنا دلوقتي هنروح للخطوه اللي بعد كده ان شاء الله, ان هي الاريا نت هي عباره عن اريا جروس. خدت البليت من فوق, خدنا السكشن هنا بيمر باتنين بولت, ودول التلاتة على اتنين لاين. يبقى هنخصم اتنين في الديامتر بتاعنا اللي هو 7 تتمان في السماكة اللي هي سماكة الويب اللي هي 0.62. بس هنلاقي هنا ان انا عامل في 4 على اساس ان احنا الاريا جروس اللي هي ما زالت في مرحلة الايه, مرحلة الاي بي, الاريا جروس بتاعنا 13.3 من 10 ناقص 7 تتمان في 4 مسامير, لان خدت سيكشن هنا معدي فوق معدي تحت, فيبقى عندي هنا 2 فوق و2 تحت, يبقى جبنا الاريا نت بتاع السيكشن كله اللي هو قبل تقسيمه الى التي سيكشن بقى 11 و13%. اخش بقى باليو اجيب الاكس بار اللي انا حاسبها من التي سيكشن, يبقى اليو بتساوي 1 ناقص 0.907 اهي 0.907 على طول الرباط اللي هو 3 او 3 هو 3 و 3 و 3 اللي هو 4 بوصة و 4 بوصة 4 بوصة و 4 بوصة اللي هي المسافة. ادي 8 بوصة, يبقى يو بتساوي
1 ناقص 0.907 على 8 يساوي 0.8867 approximately 0.89. نقارنه بقى بالجدول، الجدول بتاعنا اللي هو من فوق ومن تحت W fasteners 3 or more of flange connection with 3 or more fasteners per line. بيقول لك إذا كان البي اف أكبر من أو يساوي الثلثين دي فخد اليوب 9 من 10، وإلا خدها ب 85%. نشوف الحالة بتاعتنا، عندنا البي فلانج 802 والديبث بتاعنا 10 أو 10، هنقسم الاثنين على بعض هيطلع 0.794، يطلع أكبر من الثلثين، يبقى اليوب بتاعتنا بناء على الجدول هي 9 من 10. عندي 9 من 10 وعندي 89%، ناخد الأكبر اللي هو 9 من 10. يبقى الاريا نت اللي هي الموجودة بتاعتنا اللي هي 11 13، والمعامل بتاعنا 0.75 اريا نت اف التمت، المرة دي اف التمت اللي هي 65، وعندي اليوب اللي هو 9 من 10. كل ده مضروب في ال 75%، يبقى 75% في ال 11 13 في ال 65 في 9 من 10 يساوي 488.3. أما في حالة الـ ASD كنا حاسبين باي يلدينج 399، هناخد الـ area net في الـ F ultimate في الـ U على الأوميجا هيساوي 325.6. دلوقتي احنا كنا حاسبين باليلدي 599 وحسبنا بالفراكشر 438.3 في حالة ال LRFD. المينيمم من القيمتين دول هو اللي يعتمد كأنه في حساب الديزاين تنسايل سترينث اللي هو 488.3، وفي حالة ال SD عندي قيمتين، القيمة اللي كنت حاسبها عن طريق اليلد اللي هي كانت 399 كيبس، والقيمة اللي هي نتيجة انهيار الفراكشر اللي هي 325.6، بناخد القيمة الأدنى وهي 325.6 كيبس. وبكده نكون وصلنا نهاية المسألة. أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.